اهلا وسهلا ومرحبا. حصلت شيء هني، شوفوا، يب هذا رقم واحد، هذا صفر. اظني هذا ترتيب اللي يطلع فيه صفر. خلنا نشوف، يمكن احتاج اعكسه. طبعا ما بعد ولا شيء، سيده وسير بالضبط. كنترول 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 ميبي كنترول كنترول. اوكي شكرا. كنترول طرت بعيد. برشوت ما انطلق، ليش؟ بنقع. غرق، هو غرق غرق. ما عندي مشكلة، أنا عادي ما عندي مشكلة. بس خلنا نرجع مرة ثانية له، إن الباراشوت أصلا هالمرة أصلا ما فتح أصلا. أظني هالزعنفة هاي اللي مخربة كل شيء ترى. مش متساويين أبدا. جرب، ما بيجي شيء. لا 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 لا. أبغى أسير فوق، أبغى أسير فوق، أبغى أسير فوق، أبغى أسير فوق، أبغى أسير فوق. أوكي شكرا. ممكن فوق فوق فوق. أيوة بالعكس بالعكس. جاه المعاكس، لازم أمسك كنترول. ما في شي اسمه لجيس شي. زين، أبغى أغير هذا التديوت إلى 1000. وصلت بعيد، خلص. بطلع الباراشوت مانيوال احتياطا. قمنا نطيح شوي شوي، بطيح بالعكس الحين. احاول اعدله اساس اطيح. عدله مش قادر اعدله، ما بيطيح على خشمه. بس وصلت بعيد، وصلت مرة ثانية. لازم يصير البحر. ايوه اعتدل، وصلت مسافة بعيدة، يعني مسافة طيبة. بعد حلقتين من المعاناة وبعد البحث الطويل اكتشفت انه في ترتيب للموضوع. فالحين كمنا سوينا الترتيب، ورجعت الباراشوت الاعدادات الاساسية مال منو مال للعب اللي هي توتوريال. ما بعد ما مشي بالتوتوريال كامل، لكن ان شاء الله ما ينقع، ان شاء الله ينزل على راحته مريح. بليز ميبي. اوكي ممتاز. توجل ديسبلاي تمبرتشر كيب اكسبيرمنتس. اها اوكي اوكي EVA space F grab كتب لي. زين الحين هذا مش بس EVA report، keep experiment experiment نبا. ها معناه عندي شغلات اخ. كيف نركب صديقنا صدوق؟ كاميرا فري. اوكي لف كلايم، قال اف كلايم. بعدين تبع الاف يعني
هذا هني الاستكشاف يقولونه، هذا الاستكشاف. بس تكشفه بعدين. ريتريف بسر. سوينا اكسبيرمنت. اوكي. حلو. الداتا فاليو اعطانا شوي ساينس. نكست. عندي 8.8 ساينس. وكم محتاج اساس ابطل التانكي؟ 20 محتاج. زي خلنا نطير البحر. بشوف اذا عندي سامان ثاني. زين بعد الطيران غير صحيح على فكرة بالنسبة لي، أنا أشوف الطيران غير صحيح. بس لحظة، هذا هذا أشوفه غير صحيح أنا. أيوة بلزق مع شو، بلزق مع الخط اللي تحت كلام. لحظة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، المفروض كلهم تقريبا نفس المكان. زين شو عندنا سامون ثاني؟ ها شو ما نبغى الحين، شي ما أعرفه ما أبغى حاليا. خلينا نتعود على السامون اللي موجود. نبغى نطير. اوكي اوكي هذا اظني حق ريسيرش، هذا حق منو؟ وخليه حق الكابن، هذا يرجع ويانا. ها كل مره يرجع ويانا، ما اعرف اذا هذا يخرب اي ديناميكيه، لكن مش مشكله. اذا بيعطينا ريسيرش بوينت زياده ما من تختلف ويا عادي. خلنا نرجع على بوينت 2 ونحطيه على 1000 التيتيود. 950 ونصين مو مشكلة. وسوينا انطلق للفضاء. زين لا 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 تجبل بالعكس، لا تجبل بالعكس. تنح تنح تنح. انا قاعد في نص ال فجرت العالم كلها، فجرت العالم كلها. عطوني المي اوك صار لين هناك. لا تعليق لا تعليق، مو مشكلة. خلنا دق دبليو وانا طالع. جاهز الحين اسوي بالعكس. لحظة 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 اشتغل معي اخر مرة، حاول تطير زين، لكن هالمرة اوكي اتكتها الصوب بالعكس. رد فتح البرشوت وياي. بالعكس غير ما منه فايدة، ابدا ما منه فايدة. هذه اللعبة بتطلع روح طر طيران واحد صحيح. الحين محتاج وايد تجارب زيادة. انا اعتقد هل حطيت اخرب الايروديناميكية ولا كامل، فبحطيه على البادي تحت، بغير مكانه. اقول باي برشوت برد بي. هي المشكلة. هذا منه فايدة اصلا؟ ما اعرف اذا منه فايدة من صوتك، ما اعرف.
بكبر كبر فيسيل فيسل فيسل. بس يعني طرت مرة واحدة صح حصلت شوي ساينس مو مشكلة. دن 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 خلنا نسير عدل السفينة بطير آخر طيران الحلقة هاي وأبى أشل بس هذا بحطي على هذا البودي زين وشو أبى أسوي هذا فيول تانك ما في شيء ثاني أضيفه لا ما في شيء ثاني ما عندي ذاك الزود أشياء سنتر اوف ثرست شكله اوكي يعني يبين عندي في الوسط اوكي ليش ليش يبي يدفع على صوب هذا السؤال هني احاول اركبهم كلهم يروحون لنفس المكان هذا مش المفروض يكون هني زين تخليك عليهم بالحين كلهم يشرون نفس المكان يبون يروحون احنا ما نبغى هالشي احنا ما نبغى هالشي الحين زين ما باك الحين شو بتسوي انت تسنتر السنتر اوكي بنحاول ندخل عنصر زايد احس انه قاعد يضيع فخلنا نحط هذا عليهم زين واشوفه سنتر الحين الاثنين سنتر وبنصير لاخر اطراف لان وقت الحلقه خلص اصلا وبنشوف يمكن الايروديناميكي اصلا ما صاروخ مالي غلط ف يلا بسم الله اوكي انا لازم استوعب كل الكنترولز اول شيء بس ترى صعب صعب طيرانه مش سهل ابدا لازم استكشف كيف اسير الاتجاهات كلها بس الحين احسن وايد احسن وايد اوكي وايد اوكي قمنا نعرف شو السالفة شو الموضوع قمنا نوصل ابعد شوي الحين صح انه شوي تقول صاروخ سكران بس جيد يعني نسبيا جيد احتياطا ابغى اشوف هذا متى بيفتح احنا الحين على 10,000 متر 10 كيلو فوق سطح الارض
يعني اضطرنا مسافة طويلة ترى على فكرة، مش مسافة قصيرة. شوفوا مركز الأبحاث صغير، آخر مرة ترى متنا داخل. بس في شغلات تصور لازم نوصل لها، الحين في شغلات لازم نوصل لها. خلنا نشوف اتموسفيرك، انا خايف انه ما يتبطل برشوت وننقع، بس بعدنا وايد مرتفعين ترى. لا ما افتح البرشوت، ما افتح. بس الطيران كان ناجح، بنشوف موضوع البرشوت بعدين يعني. اخ عقب عوار الراس هذا كله قدرنا نطير شوي. زين قدرنا نطير شوي، الله خل بعتبرها محاولة طيران ناجحة. نشوفكم بالحلقة الجاية مع الأولويات. عادة طلبتوا مني اللعبة وياي فيها العيد صح؟ أدريب مو مشكلة. عيبكم عيبتكم الحلقة، تقول لايك سبسكرايب سوي شير للفيديو، ونشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية على خير.